طبعا انا حابب اشكر كل الفانز اللي هم يعني انا بعتبرهم اكتر من اهلي، على ان هم بجد واقفين جنبي في كل حاجه، وان هم طلبوني في برنامج عز الشباب اكيد، وانا كنت مبسوط سعيد جدا في وجودي معاهم. وانا يعني عايزكم تتابعوا اخر اخباري ان شاء الله الفتره الجايه على اليوتيوب وعلى الموقع الرسمي بتاعي، وان شاء الله تيجي فرصه تانية واكون بعد البومي عامل لقاء مع عز الشباب ان شاء الله. شكرا.